السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم دكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان، هنا في مقر مؤسستنا حكوى ويلنس أو حكوى للعافية في ولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا مقر فيرجينيا تيك كوربوريت ريسيرش سنتر، فيرجينيا لتكنولوجيا، فيرجينيا تيك لأبحاث المؤسسات. نحن من وقت الآخر من أجل مواصلة هذه الحملة العالمية تتعلق بفوائد الصحية والعلاجية للطب الحكوباثي، أو كما هو معرف عموما بالعلاج بالماء الساخن. من وقت الآخر نقدم عدالة قصصية من أشخاص استفادوا سواء بالشفاء من الأمراض أو الوقاية أو كذلك التحسن الصحي، تحسن الصحة الشاملة. ومن جانب آخر هناك تجارب علمية ومعملية وسريرية، وسنسعى تنزيل بعض منها من وقت الآخر، وكذلك بعض اللقطات الأخرى كلقاءات مباشرة وتواصل مباشرة مع المتابعين المشاهدين لتلقي مباشرة الاستفسارات، وحتى إن كانت هناك انتقادات وكذلك تجاربهم على الهواء مباشرة وإلى آخره، يعني متنوعة، حلقات مختلفة. والهدف من ذلك نحن تواجدنا هنا في الولايات المتحدة الأمريكية على خطتين، هدفين. الخطة الأولى، الهدف الأول، تتعلق بإجراء أبحاث علمية ومعملية وسريرية على فعالية الطب الحكوباثي الذي أسسناه. وطبعا بعد ما توفقنا قريبا وصلت إلى 4 تجارب سريرية ومعملية على الفئران من دولة الجزائر في جامعة، من أحد الجامعات هناك فرير منتوغي، وبواسطة العالمة الدكتورة وهي بروفيسورة في الجامعة، تدرس في طلاب الجامعة بورقتي الدكتوراه والماجستير، وهي أيضا مديرة الأبحاث بالجامعة، وهي لم تقصر حقيقة، وهذا الشكر موصول لها على ما قدمت لنا من هذه أبحاث 4 أبحاث سريرية ومعملية حتى الآن. وهنا في الولايات المتحدة الأمريكية نحن نسأل الله وفقنا على ضوء ما توصلنا إليه بإقناع إحدى الجهات الأكاديمية بإجراء أبحاث علمية وتجارب سريرية على البشر، ونسأل الله تعالى يوفقنا. دعواتكم أيضا مهمة جدا. والخطة الثانية تتعلق بإنشاء مشاريع متنوعة في الطب الحكوباثي في صناعة العافية، وكذلك إنشاء مؤسسة غير ربحية حتى لمواصلة هذه الحملة بشكل متواصل، وبإذن الله تعالى أيضا تدريب، يفتح مجال للتدريب لهؤلاء الذين يريدون يتعلمون عن الطب الحكوباثي بصفة خاصة والطب الشمولي بصفة عامة. وإن شاء الله هذه من ضمن الخطة. دعواتكم أيضا مهمة جدا، ومشاركاتكم وأيضا تشجيعكم والتحفيز، ولذلك حتى لو كانت انتقادات نحن نتعلم من الانتقادات، نتعلم من هذا الجانب، لأن أيضا الحياة مدرسة لا نهاية لها من العلم، فكل يوم هناك علم جديد نتعلم ونتعلم ونتعلم. هذه الحلقة تختص بتنزيل حلقات متنوعة لأمراض مختلفة، لأدلة قصصية وكذلك فوائد صحية مختلفة. وهذه الحلقة تختص بأمراض الربو، التهاب الجيوب الأنفية، ألام الصدر، ضيق التنفس،
مرض الشريان وأمراض القلب وإلى آخره. هذا مختص بأدلة أشخاص استفادوا، أشخاص شفوا، ماذا قالوا، ماذا قدموا لنا بمقابل كشكر ما قدمنا لهم. وقدمنا هذا طبعا بعدة طرق، بعدة وسائل، سواء بوسائل اجتماعية، بتقديم أوراق في المؤتمرات، التواصل على الوسائل الأخرى كواتساب وإلى الآخر، وفي حلقتنا اليوتيوب، قناتنا اليوتيوب، يعني تواصل مختلف عن طريق أيضا محاضرات وعن طريق يعني متنوعة مختلفة. ماذا قالوا هؤلاء الذين وجدوا فوائد صحية وعلاجية من هذه الأمراض كما ذكرنا سلفا؟ أول شيء هنا شفاء رجل من الربو. ماذا قال؟ نحن طبعا ننقل كل كلمات كما وردت إلينا، سواء عن طريق قناتنا في اليوتيوب أو عن طريق الواتساب أو وسائل أخرى أو حتى برسائل البريدية. لذا لا نغير، لا نقوم بإجراء تصحيح لغوي أو أي إجراء أي تغييرات، حتى تبقى كما هي، كما هي مكتوبة، كما هي واردة بأصلها من مصادرها من المستفيدين. ماذا قال هذا الشخص؟ السلام عليكم، أنا أعاني من الربو، وكنت ما أطلع جهاز الربو، ما أطلع جهاز الربو معايا، والآن الحمد لله ما عندي أي أزمة الربو من الماء الساخن. الله يعطيك العافية. الحالة التي تليها شفاء رجل من التهاب الجيوب الأنفية. بالفعل منذ رأيت حلقات عن استخدام الماء الحار كعلاج بدأت أستخدمه ورأيت نتائج واضحة، بالذات في علاج التهاب الجيوب الأنفية. نتمنى لك التوفيق وإيصال هذا العلم إلى مختلف البلدان العربية بإذن الله تعالى. إن شاء الله الحالة التي تليها شفاء رجل من حساسية الصدر واحتقان بالزور والتهاب الحنجرة بدون مضاد حيوي خلال يومين. ماذا قال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الدكتور العزيز فارس، ومع هذه النتيجة ومع دخول موسم البرد الفجائية، وكالعادة أصبت بالبرد واحتقان بالزور، بين قوسين أعاني من حساسية في الصدر، وكنت في السابق أصاب دائما باحتقان، ويحدث احتقان بالزور وينزل إلى الصدر، وأضطر أن أخذ المضادات الحيوية بمعدل كورسين في الشهر. ولكن بعد استخدامي العلاج بالماء الساخن منذ حوالي 6 أشهر الماضية تحسنت الحالة، ولم أخذ أي مضاد حيوية، ومنذ 3 أيام أصبت بأزمة برد حادة بسبب دخول الشتاء بقوة، حيث فجأة وصلت درجة الحرارة إلى 5 أو 6 درجات مئوية، وأصبت بالتهاب الحنجرة. وكالعادة كتب لي الدكتور كورسين مضاد حيوي، لم أستخدم المضاد، ولكن أكثرت من شرب الماء الساخن، وفي اليوم الثاني بدأ الالتهاب تفتت ويخرج البلغم بسهولة، وشفيت مما أسعدني ذلك، حيث استنتجت أن بن قوسين الماء الساخن هو أقوى مضاد حيوي طبيعي، حيث تم الشفاء من حوالي اليومين. الحمد لله على هذه النعمة الطبيعية الماء الساخن، وشكرا دكتور، جزاك الله خير جزاء، وإلى اللقاء مع تجارب أخرى.
الحالة التي تليها تجربة امرأة بشفاء من التهاب الصدر وعودة المرض بعد توقفها عن الماء الساخن. أهلا يا دكتور، كنت ملتزمة بالماء الساخن لمدة 4 سنوات. 4 سنوات، ولما أزكم ما يتعب الصدري وما جيني كحة، وتوقفت عن الماء الساخن 5 أشهر هذه السنة. ولما زكمت تعبت أمس أول مرة أسوي أكسجين، ورجعت على الماء الساخن وما بتوقف إن شاء الله. الحالة تليها تحسن كبير، وضع صحي لرجل من التهاب الجيوب الأنفية، والتخلص من مخاط وبلغم كان يعاني منذ 15 سنة. أنا مشترك من قبل في القناة. بالفعل عندما بدأت أشرب الماء الساخن رأيت فرق واضح على التهاب الجيوب الأنفية، حيث أعاني من مخاط وبلغم مستمر بسبب التهاب في الجيوب مع منذ أكثر من 15 عام. مع علم جربت كثير من أنواع الأعشاب والأدوية ولم أجد أي فرق، فقط بشرب الماء الساخن وجدت فرق ما يقارب 70 إلى 80%، مع علم أنه علاج مجانية. سبحان الله. الحالة التي تليها تحسن رجل في التنفس خلال أسابيع. شوف ماذا قال دكتور وأستاذ فارس: أول شيء شكرا على الجهد والوقت الذي خصصته لنشر هذا العلم الذي كنت وأنا أجهله، وكلامك سليم ومنطقي، وأنا أقول هذا عن تجربة. الآن مرت أسابيع وأنا أشرب الماء الساخن وأشعر بشعور لا يوصف، فتنفسي أصبح قوية ولا أتعب مثل السابق عندما أقوم بمجهود بدني، وسأحارب الماء البارد في الصيف فهو عدو للجسم ويساعد على تجميد الدهون في الجسم. الآن علمت سبب التعب الشديد في الصيف بسبب الماء البارد الذي يخضع الإنسان ويعطي إحساس بالبرودة في جسمه، ولكن في الحقيقة هو مضر لجسمه بشكل كبير. أنا لا أجامل وأقول هذا الكلام عن تجربة، التجربة خير برهان، والمثل يقول لا تحكم حتى تجرب. ولا أبالغ عندما أقول بأنك أعطيتني طاقة خارقة لا تصف بعلمك. احترامي وتقديري لك أستاذي العزيز، وتقبل فائق احترامي. ماذا إذن أنت وأنت المشاهد والمستمع لهذه التجارب، لهذا المجهود نحن نبذله منذ 13 سنة متواصل، كرسنا حياتنا من أجلك، تنعم بصحة وفيرة من خلال هذه المادة السهلة الرخيصة وفي متناول الجميع. لكن تذكر، نعم هي سهلة ورخيصة كما أعلنت قناة NBC الفضائية في دبي في لقائنا مع القناة في عام 2012، لكن لما ذكروا هذا قالوا مادة سهلة ورخيصة في متناول جميع. هل تعلم أننا لماذا؟ لأن حتى الهواء رخيص مجانا أصلا، الهواء، لكن تستطيع تعيش بدون هواء؟ الماء متوفر في كل مكان، تستطيع تعيش بدون الماء؟ الهيدروجين مجانا متوفر من خلال الماء الساخن، تستطيع تعيش بدون هيدروجين؟ مستحيل. وأيضا الطاقة مجانا متوفرة، الطاقة الشمسية، هل تستطيع أن تعيش بدون الطاقة؟
أليس ترى العجائب؟ أليس ترى اللي هي معجزة؟ ولا نقول مجرد العجائب عند بعض الناس لكن هي معجزة. يا عالم استيقظ، يا عالم استيقظ، يا عالم استيقظ. إلى متى سيظل الإنسان صم وبكم وعمي؟ خلي أخذ جرعة الماء ساخن. لذلك الإنسان يسعى ويحاول ويجادل. صحيح الإنسان أنعم بالعلم بأن يكتشف ويبتكر ويخترع. إنسان اخترع هذا، انت اخترع هذا، اخترع هذا، اخترع تطور العلم المذهل. لكن فيما يتعلق بالإنسان، صحة الإنسان، هذا لغز. أين وصل الإنسان المعاصر اليوم وهو أصبح متوفر لديه كل السبل والإمكانيات والحياة الكريمة والعيش والسبل الحياة الكريمة والعيش؟ هذا جانب واحد، نتيجة من هذه التطورات التكنولوجية المتقدمة والأبحاث العلمية. لكن ما يتعلق بصحة الإنسان هذا لغز، علامة استفهام. كم من الملوك والأثرياء والعلماء والشخصيات البارزة يتعذبون ويعيشون بأمراض وبينها أمراض مستعصية بفترات طويلة من الزمن. ماذا فعلت هذه الأموال؟ ماذا فعلت السلطات البشرية؟ هل استطاعت تنقذ؟ ماذا وصل العلم المتقدم؟ هاي التكنولوجية والأشياء، هذه التطورات التكنولوجية إلا في تشخيص الإنسان من الأمراض وإجراء الفحوصات الطبية المتقدمة. لكن لما نيجي عند الشفاء من الأمراض يبقى لغز كبير. يبقى الإنسان مجرد تناول هذا الذي صنعه الإنسان يمثل خطرا أكثر من يمثل فوائد. قد تنفعه لكن تضر من جانب آخر. إلى متى سنظل بهذا الشكل؟ إذن حان الآن لأن الإنسان، فأنت خلقت، أنت خلقت، أنت وأنت أخي وأختي، فأنت وأنت غير مصنوع، ليس جهاز روبوت، إنسان آلي الذي ممكن تغيير تغيير وتوفير مواد اصطناعية كوقود لتشغيل هذا الجسم وجسمك بالكامل. انظر إلى جهازك المناعي، انظر إلى الرئتيك، انظر إلى كل شيء. ادخل في الطب البيولوجي، طب الأحياء، انظر في ما تنعمته، فكيف خلقته ومن الذي خلقك؟ أليس هو من الذي يشفيك؟ بل عندما استخدم هذه نعمته في تكوين الجنين داخل رحم الأم، كل البشرية دون أي استثناء، وهو مكون من داخل رحم الأم بالماء الساخن. لماذا ساخن؟ حتى يغذي الجنين بالماء، الطاقة والأكسجين والهيدروجين. لكن عندما يستنزف الجسم من هذه المواد انتهت حياة الإنسان. لذا إلى متى؟ إلى متى سنظل نعاني ونبكي ونتعذب؟ حان الآن وقت التغيير، حان الآن فرصة للنهوض إلى إنقاذ البشرية. نصيبي أنا أخذته، وأسرتي أخذت نصيبه، والكثيرين من متابعين قد يكون أنت وأنت الذي تشاهد هذا المقطع. نعم، وتنزل تجربتك. هناك الكثيرين، وأصبح هناك الكثيرين حتى أصبحوا متواصلين معنا بشكل مستمر، يريدوا يبقوا دائما تواصل باستمرار للإطلاع على كل مستجدات. إذن هذا هو دورك الآن، لا تضيع فرصتك، لا تجاهل هذه النعمة. فأنت الخسران إن جاهلت هذا، وإن استنكرت، وإن أتيت بكلمات سيئة. تذكر أن تضر نفسك ولا تضر الطرف الآخر، لا تضر المنتقد، بل الذي يعني المنتقد هو قص الشخص الذي ينتقد، تضر نفسك. لكن الذي يتلقي الانتقاد لا يتضرر. لذلك فأنت تضر نفسك بغير قصد، سواء بقصد أو بغير قصد، بأي سبب، إن كانت بسبب من مصائب، سواء مصلحتك تضر أو بأي سبب من أسبابك. تذكر هذه فرصة، نعمة، اعتنم هذه النعمة، قم بالاعتناء بهذه النعمة، قم بتقبل هذه النعمة. تذكر عندما توصل العلماء عن أبحاثا عن الماء، وك
كذلك ماذا اكتشفوا عن الماء حين قالوا أكسير الحياة، شريان الحياة؟ ماذا علمنا القرآن الكريم عن الماء؟ قال الله تعالى في محكم تنزيل وجعلنا من الماء كل شيء حي. أفلا يؤمنون؟ إذا لا تؤمن يا بشر. لذلك قريبا سجلنا نظرية قلنا التعامل مع البشر أسوأ من الحصان البرية. إنسان صعب يتقبل، صعب الشيء الذي ينفعه يعترض، لكن إذا شيء هيضر بإمكانه هو ينخدع، يخدع نفسه. لماذا ننخدع بسهولة لكن في الذي يفيدنا نضع حواجز؟ لماذا وإلى متى؟ إذن هذه فرصة دورك. أنا مواصل الكفاح، مواصل مصير الصعود لجبال الحياة لا نهائية، من جبل إلى جبل أعلى لا نهاية من صعود هذه الجبال. ونعمت بهذه النعمة، عيش بهذه النعمة، ليس فقط تخلو من الأمراض بل بصحة شاملة. وإن مرضت هذا هو دوائي، لأن الله تعالى هو الشافي، فهو الخالق وهو المميت وهو الشافي. كيف يشفيني؟ لأن استخدم نفس المصدر الوحيد في خلق وتكون كل إنسان، مجرد نفخ من روحه جعل هذه النعمة، الماء والطاقة والأكسجين والهيدروجين من خلال سائل الأمنيسي وهو ماء ساخن. استيقظ يا بشر، أنا الآن دورك، بس لا توقف عند أذ، انشر الخبر وقل الحقيقة. من أين تعلمت من هذه المعلومات؟ من أين تلقيت هذه المعلومات؟ لا تستنكر حتى بغير قصد، لا تحول نفسك بالنظر عند الإلهي أنك سبحان الله أنانية نقول أو منافق. ما نريد نحن نستخدم كلمات هذه، لكن موجودة في القرآن الكريم. إذن انقل الحقيقة واذكر المصدر، من أين أتيت المعلومات، وقدم تجربتك ونشر الخبر للآخرين. وفعلا هناك وجوه حسنة تقوم فعلا بشكل يومي تنشر هذا الخبر، تنشر. أنت استفدت، انقل لغيره حتى يصبحش علم ينتفع به وصدقة جارية. فإن شفى شخص واحد بسببك فكأنك شفيت أمة بحاله، كأنك شفيت أمة بحاله. فإنت ضر شخص بسبب كأنك ضرت هذا أمة بحاله. فإنت تقبلت وأمنت وعلمت أنه في فوائد، إذن الدور يبقى لديك. فأسعى أن تنضم معنا مع الآخرين الذين انضموا معنا في هذه قافلة الحياة اللانهائية، سفينة العملاقة تقود ركابها على متن الدرجة الأولى. ونقول على متن الدرجة الأولى إن شاء الله البشرية تنعم، ليس مجرد خلو من الأمراض أو ليس فقط بس باكتمال الصحة الشاملة الجسدية العاطفية العقلية الروحية، بل بكل ما ارتأيت الخمس عناصر من الثروة. أولا قوة الإيمان والمزيد، ثانية الصحة الشاملة، أربعة جوانب الصحة الجسدية العاطفية العقلية الروحية، ثالث السعادة، رابع العلم والمعرفة، خامس والأخير الكثير من المال، المال المبارك، الثراء. ليس كل غني ثري بل كل ثري غني. إذا في فرق بين الثراء والثروة. هنا الثروة كما رأيت كما قليل ذكرته، أما الثراء مجرد هو المال. إذا لا يكتفي بالمال فقط بل بكل هذا ذكرت قبل قليل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلى الله تعالى يوفقكم جميعا، ولكل مجتهد نصيب. سبحان الله. لذا نرجو بالإعجاب بهذا الفيديو، مقطع الفيديو، الاشتراك إن لم تشترك، وأيضا
ناشر على معارفك للمزيد من المشتركين والمعجبين، والنشر والتقديم أيضا التجربة، تجربة سواء من تجربتك أو تجربة الآخرين، حتى تتوصل هذه الحملة بإذن الله تعالى جل وعلا. مع السلامة.